تعد فكرة الدفع بالشباب إلى التعرف على الأمن السيبراني والتعلق في دراسة والتعمق في دراسة محتوى من الأمور المهمة والضرورية في الوقت الحالي. نعم، ولذلك أطلقت مدينة شباب 2030 ضمن برامجها برنامج الأمن السيبراني لتعريف الشباب على هذا التخصص وتدريبهم على محتوى ليكونوا مهنيين للدخول إلى بل مهيئين للدخول في سوق العمل لهذا المجال. استراتيجية متكاملة تعمل عليها مدينة شباب 2030 بدعم من صندوق العمل تمكين، تعكس احتياجات السوق الحالية والداعية إلى تزويد الكوادر البحرينية بفرص تدريبية تخصصية ذات جودة عالية في المجال التكنولوجي. ومن هنا يأتي برنامج الأمن السيبراني ليحقق هذا الهدف. الأمن السيبراني حين صار مثل ما نقول هو حديث الساحة، واصلا كل يعني الانظمه اللي موجوده قاعده تتحول الى السحاب المعروف بالكلاود، فمن الضروري ان نعرف شلون نحمي هذه المعلومات سواء كمؤسسه او حكومه، فهاي يندرج كله تحت الامن السيبراني وكيف احنا نقدر نحمي هذه المعلومات وتكون في مثل ما نقول انظمه. التوجه اصلا صاير اصلا كله على السحابه والتحول الالكتروني، فأصلاً حتى المستقبل 10 أو 20 سنة أغلب الأنظمة بتكون له علاقة بالفضاء السيبراني مثل ما نقول عنه. فهاي الفضاء السيبراني ضروري إحنا تكون عندنا المعلومات الكافية اللي نقدر نحمي في هذه المعلومات وتكون في الأيادي الأمينة. تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الحاجة إلى التخصص في مجال الأمن السيبراني الدقيق، وذلك لتحقيق النمو والتأهيل اللازم الذي تتطلبه الفرص الوظيفية المستقبلية في مجال التكنولوجيا المتطورة. تخصص الأمن السيبراني جدا مهم، لأن المستقبل كله صار في التكنولوجيا وضروري أن الشباب يتعلمون هذا التخصص. مستقبلا أنا استفدت شيء من مريات شباب بيفيدني في الجامعة، أنا اللي أحمد خلاص من رسلين تخرجت لشيء التخصص بيكون عندي فكرة عامة عن التخصص وشلون أني أقدر أمشي فيه بيكون أسهل لي في الجامعة. التكنولوجيا عندنا في مستوى العالم مو بس مملكة البحرين تحتاج، طبعا نحتاج حق الأمن السيبراني عشان نحمي معلوماتنا وأغراضنا يعني اللي في الشركات وحتى في البنوك في كل مكان تقريبا. طبعا الأمن السيبراني تخصص وايد مفيد حق المستقبل، ومدينة الشباب تدرب كل الشباب وحتى صغار السن على التخصصات المستقبلية وعلى التخصصات المفيدة اللي بتفيدنا في المستقبل إن شاء الله. النظرة المستقبلية لشباب البحرين بقطاع التكنولوجيا دفعت بهم إلى المشاركة في هذا البرنامج لرسم مستقبل أكثر إشراقاً في هذا التخصص، والذي يعد من التخصصات المطلوبة في مختلف القطاعات. برنامج تدريبي متخصص ومكثف لتأهيل الشباب البحريني للعمل في تخصصات الأمن السيبراني من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة في هذا المجال، ما يتيح الفرصة أمامهم لمعرفة تفاصيل هذا التخصص والعمل به في المستقبل. خل القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.